على السريع بس يا جماعة الخير، من منكم يتذكر حمادة اللي سوينا معاه سلسلة خرافية بلعبة The Forest؟ حمادة الآن صار يوتيوبر وفتح قناة يعني، فأتمنى منكم تروحون تدعمونه يعني، بنزل مقاطع كلها بالضحك يعني، كلها مقاطع قصيرة مثل ما شايفين، فأتمنى منكم يعني تروحون على القناة وتضغطون زر الاشتراك وتفعلون جرس التنبيهات وتحضرون المقاطع يعني جدا أسطورية. رابط القناة موجود بالوصف، شكرا لكم. أنا أعرف يا جماعة إنه حققنا الرقم القياسي بالسحبة على هي اللعبة اللي جدا رهيبة اللي هي لعبة Red Dead 2 يعني، وجالس أقوله أنا مبتسم بكل وقاحة يعني ما أدري ليش، ولكن أنا آسف جدا يا جماعة، أدري إنه لازم أنزل عن هي اللعبة أكثر، خاصة إن صرنا على مشارف الانتهاء، فخلاص أوعدكم رح نستمر أكثر، ما رح أقطع أكثر من أسبوع عن هي اللعبة، وعد 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 يا شباب وعد، تعرفون وعودي الحمد لله أوفى فيها دائما، وإن شاء الله يعني أشوف على هذا المقطع هيك دعم كبير من اللايكات، انزل واضغط لايك بالله عليك يعني، خلينا هيك نستمر أكثر وأكثر باللعبة، إن شاء الله بنرجع لهاللعبة أخوة أخوة، بس على السريع يا شباب بالله عليكم بس على السريع. أهلا وسهلا، صباح الخير، صباح النور، صباح العسل يا حبيبي. على السريع يا شباب، حساب التيك توك موجود بالوصف، إذا وصلنا 10,000 متابع، طبعا قربنا جدا ها، ما بقى ولا شيء، باقي بس 2000 تقريبا، فإذا وصلنا 10,000 يعني راح أسوي بث مباشر لمدة 12 ساعة وأكثر يعني، 12 ساعة جدا قليل يعني، راح نستمر أكثر، فكل ما عليك إنك حاليا تروح وتحاول تسوي هذا التحدي، أنا من زمان نفسي أسوي هذا البث، أنت حل عني لو سمحت ابعد عني، أنا الآن ما أدري شو أسوي حاليا. تتذكرون؟ أتوقع إنكم ما تتذكرون أصلا، الموضوع صار له أسبوعين، ثلاث أسابيع أقصد. يا حبيبي حل عني انت، ما مديني اركز يا اخي، حل عني بالله عليك حل عني. اوه اخيرا راح الحمد لله. شباب تتذكرون بالمقطع الماضي جينا على هذا المكان اللي هو الكهف اكلين لحوم البشر، واخذنا هذا المكان لنا بعد ما طردنا الكل منه يعني حاليا، تمام؟ فهي هو مايكا معنا هنا حاليا. سلام عليكم مايكا، شلونك يا مايكا؟ طيب انا الان ايش راح اسوي شباب؟ راح نروح نسوي مهمات، تمام؟ خلينا نفتح الخريطه ونشوف الان وين مكاننا. اوكي انا مكاني هنا مدينه اسمها انسبرغ يعني، انسبرغ مع اللهجه الاسطوريه يعني. فشباب لازم طالب مني وين اقول، وين طالب مني اروح؟ اوكي طالب اني اروح لهنا عند سادي ادلر. ما اتوقع انكم ناسين ابدا التمساح الاسطوري واللي بحاول اصطاده بهي الحلقه معانا اليوم، فليتس جو. يلا مشينا مشينا يا حصاني العزيز، والله لونه اسود بشكل مو طبيعي يا شباب، لونه خرافي. من هذا؟ هي ايش احتاج؟ اصبر اصبر اصبر، هي افعل اضغطها وشي. هي يا طيب ماذا تفعل هنا؟ بسرعه بسرعه بسرعه، اجلس اجلس بساعدك بساعدك. اشرب هاي اشرب هاي اشرب هاي بسرعه، اشرب اشرب اشرب، ما ادري ايش في شباب، اشربها بسرعه. اعطيت او زاد الشرف، كفو. اوه اللغه صارت انجليزي شباب، تلاحظين كانت فرنسي الترجمه كل شيء. يلا معلم بخليها انجليزي، صايره وصايره. اما في ورده عضته يا شباب، ورده تعضك؟ وين الورد الوردي؟ اه هنا هي 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 شباب، هي هي، تعال تعال تعال، لك هاي الورد الورديه، الزهره الورديه يعني. طيب هي حط حصانك بمخي كمان يا حبيبي، اخذناها حالي. هاي الورده طلعت سامه يا جماعه، اوكي؟ فهي اللي كانت لدغيته يعني، ما علينا، انا ايش دخلني بام الموضوع هذا، ما ادري، المهم ساعدناه حاليا وضحينا وعطيناه دواء. يا الله المنظر محلاه، يا الله يردد، الله يردد. وهي المكان غريب هذا، اتوقع هاي السكان اللي ما بيتكلمون معنا ابدا وسطحيين جدا، اتوقع هذول هن. شباب تبون اعمل لكم تيست؟ شوفوا اصحاب او سكان هاي المدينه او القريه هاي ما يتكلمون معك ابدا، مهما تتكلمهم ما بيردون عليك ابدا. شوف شوف لاحظوا معنا، ها شوف شباب. Howdy. Nice morning, huh, mister? اوكي شباب ما ادري والله، اتوقع هذول هنا مو هنيك شباب، تراي مو غلطان. يا جماعه انا سمعت ان هذول الناس مو طيبين معانا ابدا، تعال بتكلم هذا. ها شفتوا شباب كيف سبني؟ سبني ليش؟ بسحب عليه بشوف هذا. طيب هنا ها شوف الي، ما لازم تكون هنا، يو كانت بي هير، اخرج من هنا الي. ليش اطلع من هنا؟ ليش سويت انا؟ والله لو اوريكم والله، والله لو اوريكم والله، تعال بضربكم بالبوكسات هنا 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 ممكن، هنا 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 ممكن، هنا ممكن. ابلع دكتور، بطلع سلاحي بطلع سلاحي. يلا يلا سرقوا مني 150 دولار شباب، تخيلوا. الحراميات حتى قبعتي سرقوها، تخيلوا حتى قبعتي ما خلوا لي. طلع القوس تبعي الان، بحاول اصطاد لي حيوان انا رايح، تعرفون من زمان ما اصطدنا حيوانات بالجيم يعني، فحان الوقت المناسب يعني اتوقع. هذا حيوان نصطاده. اصطدنا الحيوان هذا شباب، اصطدناه. ولا هذا حيوان كبير والله، تعال تعال تعال. ابقى لكم انا ليش اصطدت لهالحيوان، اصبر اصبر يا طيب اصبر، لا تروح لهناك. اصبر يا حصان اصبر. اوكي الحصان وقف، ممتاز جدا. انا ليش جبت له هذا؟ بوريكم الان. شوف شباب معنا، لاحظوا معنا حاليا، بشيله حاليا من هنا من تحت، باخذ مكان. اوكي هاي العربيه سعرها 100 دولار الان. اوكي نقص الشرف مني ما ادري ليش، مع انه ما علينا. تعال هنا بشوف اللوت، بس لا احد يجي شباب ولا يكشفني، اذا مر احد هنا بيشوفني راح ينقص الشرف كمان اتوقع. ما نقص الشرف، كويس كثير.
ما طلع هذا الشخص هو الأمانة يعني، كنت محسب انه ما عليه شباب، ما حد شاف ما حد شاف. فينا لوني حسبته حيوان بس ما طلع، حسبته واحد منهم للحيوانات اللي ضربوني. مصطاد، هذا مصطاد الغزال. السلام عليكم يا طيب. Hey there, partner. هلا والله مصطاد الغزال. حركات والله حركات، يعطيك العافية الطيب، ربي انك اسطوري. اصبر 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 اصبر. طيب يا طيب. اوه ماي جاد. يعني ضحى بحياته عشان غزال يا شباب. انا في حيوان صغير وين؟ ايوه جالس يركض. اوه ماج ايش هذا؟ وات 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 ايش يصير؟ يهجمون عليه الكلاب اتوقع. تعال حصاني تعال، يهجمون عليه الكلاب. لا لا يا. اوه شيت. لا لا بالله عليك لا لا يا كلب لا يا كلب. تعال تعال بساعدك زايد الشرف. السلام عليكم يا طيب، ايش صاير معك؟ يهجمون عليك صح؟ عطني عطني هديه طيب. هاي عطني فلوس طيب. دقيق شباب، هذا هذا مو نادر هذا ولا هذا طبيعي ولا شو الموضوع؟ بسوي له سكن دقيق شوي. والله احس انه هذا في شيء نادر ما ادري ليش دقيقه. قص لا لا قص يا حبيبي قص. واللي والله كبير ها شباب، هذا الذئب كبير. اوف صار الانيميشن كمان يطول. بور اوه ما ادري شو صار. بحطه شباب تحت الغزال الان. اصبر بفرشه تحت الغزال. اوكي ممتاز. ليتس جو. اي حتى هو كمان قال ليتس جو. والله شوف سبحان الله يا حبيبي، القلب يحن يا حبيبي. باقي شوي صغير اوصل على المكان. اوه ماي جاد يا حبيبي. كويس وصلنا الصبح. الان التماسيح هنا بكل مكان طبعا. ها ليجندري انيمال يقول لي دخلت، يقول لي دخلت منطقه. اوه كتب لي، كتب لي دخلت منطقه ليجندري انيمال هنا مكان. هنا انا بروح مشي الان طبعا. خليني اشيل منك هذا السلاح. اعطني هذا السلاح. اوكي ممتاز، هذا السلاح رح يوفي بالغرض وبزياده كمان. تعالوا بسم الله على بركه الله شباب، فلنرى اذا كان يا ترى، فلنرى اذا رح نصطاد تمساح الاسطوره ولا. تعال نشوف. اوكي من يصرخ؟ من هذا اللي يصرخ كان؟ شوف في تمساح معنا هنا يا حبيبي. شباب بمشي بشويش لانه صاير هنا، اي حركه مني طبعا يمدي يكشفني يهجم علي فورا. رح انتبه كويس لكل خطوات بسويها الان. هذاك العادي صح؟ اوكي العادي تمام. انا اريد الاسطوري، انا ما اريد العادي ابدا لو سمحتوا يعني رجاء. يعني التمساح هنا، هذول تماسيح عادية طبعا شباب كلهم عاديين. واو شباب واو، شوفوا التماسيح بكل مكان. لا لا اهدى 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 حبيبي اهدى. والله ما ادري. اي اوه ماي جاد خفت من الصوت، والله الصوت خوفني كثير. ما اعرف ما اعرف، انا بخيم هنا وبصحى الصباح كمان بدور عليه. ليتس جو ليتس جو. ما عرفت وين ابدا، والله صار الليل دورت عليه يا جماعه بكل مكان ما حصلناه ابدا. تخيلوا معنا. ها واحد يصرخ هنا، واحد يصرخ هنا شباب. كيف هذا مات؟ هذا شلون مات؟ اتوقع انه هذا الاسطوري اللي ذبحه. العادي ما يمدي يسوي هيك. هاي ثاني مره اسمع صوته، ادخل يا ترى ولا لا؟ هذا شلون مات؟ والله ما اعرف شو صار معاه. في شيء خطير قتله حاليا، بحاول الوته بشوف من هذا اصلا. راح ناخذ شرف ليش طيب؟ انا شو دخلني انا؟ انا اللي قتلته يعني؟ تعال بخلي الشرف ينقص على الاخير الان. اصبر تعال تعال. خذ خذ يا تمساح، خذ تمساح بعطيك اياه. لا تذبحني بالله عليك، لا تذبحني. اوه ماي جاد ما بعطيك اياه انسى. بالله عليكم وينه هالوغد التمساح الاسطوري؟ وينه؟ صار من الامس جالس ابحث عليه وينه؟ شباب كنت اشوف على جوجل كتبت انه ماني جالس القى البول جيتر، هو طلع اسمه بول جيتر هذا التمساح. في كثير ناس كاتبين انه ما يطلع لهم اصلا كمان هن يعني نفس المكان كانوا. ليتس جو، فلننطلق الان الى مكاننا اللي هو مكان الاصفر هنا، مهمه رئيسيه الان يا جماعه، فخلينا نشوف ان شاء الله تعدي على خير هي المهمه. ماني مطمن ابدا بدخولي لهالمدينه يعني. اي وات ايش صار؟ شباب جيت سلم عليه ما ادري ايش صار له. ايش صار له ارثر؟ هي كلمني كلام هذا الشخص، طلع من اذني الكلام طلع هيك. انا ما ادري ايش صار معي شباب، صار معي شيء غريب الان. شوف هذا هرب، اختنقت. لا راح يكمشوني على هالحركه. من هذا؟ في واحد يساعدني. اوه ماي جاد شباب ما ادري شو صار لي، انا دخت ما ادري شو صار. مستر ار يو اوكي؟ انت بخير قل لي. ار يو اوكي مستر؟ I'm okay and you man. What's up? لا راح ياخذني عند دكتور بالله عليك، لا بنفضح والله لا ياخذوني السجن. هنا يقول لك الدكتور، تعال تعال نشوف الدكتور شباب ايش راح يقول لي حاليا. السلام عليكم دكتور، افتح ساعديني.
هاي هاي هلو كان اي هيلب يو ساعديني اريد دكتور دكتور او جست وان سكند سير اوكي ثانيه عم تقول لي مين بال ها مين هاي لي ادخل ادخل يقول لي بسرعه روح ادخل روح او شيت سلام عليكم اهلا فلوس اكيد راح اعطيك فلوس يعني تخيل تعالجني ببلاش خد خد شور واتس رونج اي مين وات ابير تو بي ذا سيمبتومز ايش العوارض اللي بس اسعل في دم انا مو مطمن للشيء جاي يصير شباب حاسس في شيء بيصير الان ما اعرف شو هو هذا ما يعرفني طيب شلون ما يعرفني شباب انا جاي لعند هذا 3-4 مرات اوف مو خبري حلوة اللي عندي تبركلوسس son it's a hell of a thing you mean you're real sick it's a progressive disease هو مرض مستمر مدمن مزمن this thing is rest getting somewhere warm and dry and let me get you a little bit more energy today shit اعطاني جرعه الان يا شباب عشان اكون شوي على طاقتي ولكن قال لي وضعك خطير المرض هذا راح يكون مزمن راح يستمر معك مع الوقت وراح يصعب اكثر كل ما يروح راح يزيد سوءا اكثر هيك قصده يعني يلا نم الغباء يا حبيبي شوف انا ضغط الان ما اعرف اسوي اي شيء المدينه كلها صارت ظلام بالنسبه لي انا دايخ او هي اللي عند نديني هي شباب هي حبيبتي اللي جالسه تكلمني وينك طيب اه ايش هذا بالمدينه ثعلب بالمدينه شو يسوي وات هي لا بيهجم علي الان لا تلي لها علاقه بالشرف اللي عندي كمان هذا من يهرب هذا الثعلب لازم الحقه انا تعال هنا ولك حيوان تعال هذا من يهرب شباب لازم الحقه بيوديني مكان وين راح هذا الثعلب؟ أو الذئب مو الثعلب ما أدري وين راح. يو ضيعته للذئب يلعن أم القهر. خلينا نروح على المهمة تبعنا شباب بما أن المهمة رجعت طلعت. ليتس جو ليتس جو. رح ننسى اللي صار الآن ما أعرف شو صار. حتى بردد مرضنا يا شباب لعبنا لعبة سكم لاعبي صار مريض. لعبنا لعبة ردد لاعبي صار مريض. يا حبيبي ألو. انزل انزل هنا 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 هنا. ألو. Any problems coming in? اوه جت هاي مو حبيبتي طلعت اوه شيت شباب الان جالسة تخبرني انه بعد ما خوزيه مات وجون صار معه مدري ايش كمان اتوقع مات مو متاكد صراحه انا جاي اصبري يا اخي اصبري اوه للاسف لقوا جثه ليني كمان وطمرته معاهم يعني حطت جثه ليني كمان بالتربه يعني المهم ما ادري شو اسم الكلمه يعني المهم دفنت جثه ليني كمان يعني طلع ليني ميت بعد ما انصاب طلقه برجليه طلع ميت او جون الان بالسجن اوكي شباب جون الان موجود بالسجن لازم نتاكد اذا بالسجن ولا لا عشان نخلصه يقول لك بهي رح نروح نراقب السجن اتوقع اوه الحركات ضحكي علي هذا البني ادم قايلت له رح نروح لفه بسيطه بهي المنفاخ يعني نافوخ هذا ما ادري شو اسمه البالون هذا الطائر ولكن نصابه نحن رح نروح مكان ثاني بهذا البالون الان شوف ايش رح يصير هي رح تبقى هنا طبعا نحن رح نروح يلا انا بتمسك الان على العموم يعني يلا ابلع اوه انا اللي انفخها الان شوف شباب احركها اوه حبيبي والله ايش هاي يا حبيبي هاي بردت من متى؟ واو شباب اوكي انا الان لازم اضحك على هذا ولازم نروح نشوف السجن هذا مفكر انه رايح معه رحله انا مو رايح رحله اصلا حبيبي انا بشوف جون اذا لسه بالسجن ولا لا اوف لك لازم نطلع فوق الغيوم اتوقع شباب اذا انا فاهم صح في سجن بالموضوع مستحيل احنا جايين هيك على الفاضي هنا ها شباب تشوفون هاي الجزيره اللي انا رايح لها هناك صاير السجن هذا هو السجن الكبير انا عارف كويس هذا السجن كيف هذا السجن ما تقدر ابدا تسبح وتروح عليه ولا يمديك اصلا تطلع منه سباحه يعني جدا جدا صعب ما يمديك توصل للمنطقتين الا ما تموت يعني 100% ميت او شيت يقول لي لا تقرب المكان الا ما عليك ما عليك رح اراقب المكان انا خبرته الان انه جالس بس بناخذ فره حول المكان عرفتوا يا شباب ولكن انا جالس ادور على جون او نزلني اوكي كويس تعال ننزل وينك يا جون وينك شوف الحراس بكل مكان ما في حد هنا هنا طيب هاي هو لا That's not him. هاي مو هو هاي مو هو اي والله حتى هذا يقول لك مو هو وين ممكن يكون طيب هنا وين ادور لازم مو فاهم انا يلي دور هناك شباب وين ادور هناك I can't believe we're doing this. يا اخي ترى انا شايف في احد هنا اوه هنا هنا في ناس وين جون That ain't John. مو جون 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 مو بيناتهم شباب اوكي تعال نجرب حاليا هناك هنا 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 هاي هو هاي هو شباب هاي هو جون يا مسكين يا جون شو مسوين فيه اوه اوه يا عين علينا صار اوه ضرب علينا اوه ماي جاد اوه ماي جاد اوه شيت اطلع 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 اوكي اوكي انا برجع برجع شباب برجع ما يمدينا ننزل اذا ما رجعنا كنا تبهدلنا ترى شباب ما يمدينا ننزل مت كنا اوه كويس هربنا يا سلام يا حبيبي والله اخذنا البالون وزرنا السجن يا حبيبي وشفنا جون الان الخطه الثانيه هي نركز شلون بدنا نروح نخلصه من هناك نحن شفنا في حراس كثير ما اعرف شنو راح تكون الخطه
S. Annisburg. Is that Mrs. Adler? Where? Being chased. اي هو عم يلحقوها لما ادلر شباب لازم الحقها بسرعه بسرعه نزلي نزلي بالله عليك نزلي بساعدها بساعد شباب بساعدها يلحقونها بده تركيز الايم بلص الهيد شوت ابلع 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 يبلع والله الله خلص عليكم كلكم والله ادريسكول هدول جماعه ادريسكول هاي شوف هي راحت من هنا رجعوا جاوا والله ودعستهم شباب كلهم ايزي والله ما تهربون منه اح ايه صابوه لا 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 يا حرام لازم اجيبها لازم اجيبها شباب لازم استعادها تعال تعال بسرعه امسك الحبل بسرعه بعلي بعلي شباب بعلي 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 لازم هي بعد البرج تنزل حاليا واو يا شباب وات ذا هيل لازم الحبل تنزل الان يلا يلا بنزل بنزل والله نازل يلا تعال بسرعه ايوه تعال تعال بسرعه يلا 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 ليتس جو اوه ليتس جو يلا بنطير الان اوه لسه في واحد في واحد لسه اوه شيت حشمك تقيل يا اخي اطلع وزن الوزن ايوه ليتس جو مشي الحال واخيرا واخيرا ليتس جو تم انقاذ الحياه بنجاح طير بسرعه طير لا انزل لتحت انا بالغلط لا لا جاءوا علينا كمان يا الله يلا شباب لازم نخلصنا ليتس جو جماعة ادريسكول والله لا خلص عليكم يا اخي ابلع ابلع يلا ابلع والله لو وريتهم واحد ورا الثاني ورانا اوه ورانا هذا كمين ولا شو الموضوع مو فاهم حاليا احد يفهمني يا شباب والله اذبحك بسيف الساموراي والله الاخ بسك بسيف الساموراي ساموراي وابلع هاي تعال هناك حيوان تعال هناك حيوان تعال هناك حيوان سيف الساموراي اوريك فيه سيف الساموراي اوريك فيه ابلع ولا حيوان شو تسوي حاليا انت ابلع 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 اي ابلع ابلع والله لوريكم والله اتسلف فيكم الان اتسلف فيكم الان اتسلف فيكم الان اوف والله مشوار صعب كان ها شباب والله عانينا فيها اوه مسكوه شباب مسكوا كول مدريسكول مسكوه رئيس عصابه ادريسكول راح يعدمونه بسان دوني في موضوع جدا خطير الان صار انه شرطه سان دوني قبضوا على كولم ادريسكول رئيس عصابه ادريسكول الان بيدهم يعني وراح يعدمونه الان دوتش شو متمني دوتش متمني انه نروح نحن نشوف عمليه الاعدام لانه لازم دوتش يكون متاكد انه راح يعدمونه وراح يخلص عليه اذا لا يعني تمام فانا صراحه جدا متحمس لانه اخيرا راح ننتقم من ادريسكول وراح ندعسه نحن قبل ما هن يعدموه يعني بنفس الوقت لازم نساعد جون تمام الان هي خبرتني انه اذا انت حابب تساعد جون لذلك تعال القاني بهذا المكان راح نروح عليه بسفينه صغيره ونروح على السجن فورا هذا هو السجن شباب راح نروح لهنا عشان السفينه ولكن ما راح اسويه بهذه الحلقه راح تشوفونها بالحلقه الجاي وامزح معكم شباب راح نسويها الان اكيد يعني ترى انا ساحب 3 اسابيع ما معقول اخليكم هنا يعني بالله عليكم شباب اللي ما حط لايك يضغط لايك يعني قادموني يا جون راح نساعدك بهي الحلقه جهزت لكل شيء والله انها فنانه هاي شباب اسمها مس ادلر هاي فنانه جدا يا اخي ليتس جو جينا حاليا شباب من هذه اللي هنا من هاي اللي معاها هاي نحن نروح احنا نروح من هاي زوجها هاي زوج جون زوجها زوجة جون هاي شباب زوجة جون هاي لا تروحي نحن بس اثنين رايحين يلا برجع لك يلا شو بدك احلى من هيك كمان لسه العفو 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 كانت راح تروح معانا زوجة جون ولكن الان خليك هنا بنجيبه لك نحن يعني متنحة كانت حتروح معانا اوكي شباب الخطة جدا سهلة راح ندخل نخلص على كل الحراس هناك ورح نرجع بكل هدوء هاي وصلنا الان وصلنا على الفجر شوف الحارس اللي معنا هنا خلي بسرعة اوه صار الصبح الله صار الصبح ليتس جو يلا انا معك يلا ليتس جو روحي انا وراكي يلا انا وراكي ها اقتحام السجن شباب مع انه انا انت لازم تلحقيني يعني بس انا بلحقك يلا بما انك خبيرة حاليا لازم نقضي على هذا اللي فوق ليتس جو ليتس جو ليتس جو بوش 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 مس ادلر بوش ولك في واحد هنا فوق اوكي رح تلحقني تقول لي الحقيني ما عليك الحقيني ابشر انا بخلص عليه الان انا ما عندي مزحه ابدا انا بدخل وبخلص عليك على طول انت يا حبيبي ابلع يا حبيبي تعالي اطلعي اطلعي تعالي اطلعي بسرعه والله قضينا عليه من لمح البصر اوه هذين اللي هناك وين جون هاي هو جون
هاي هو جون شباب. هاي هو هنا. شوف معنا هيك ما تشوف معنا. هذاك هو. بجيب هذا اللي فيه قناصة حاليا. وليتس جو يلا شباب بنجيب هاي سلاح القناص. وليتس جو. هاي واحد بسرعة. هاي الثاني. ليتس جو. يلا روح جيبي. يلا. اوه اشتغل الانذار. هاي هذا مو جون. هذا جون الا. ولك هذا جون كيف مو جون؟ اما هذا طلع مو جون شباب تبهدلنا. اوه شيت تبهدلنا. يلا بنزل بنزل على السريع. نيو ليتس جو ليتس جو ليتس جو. رح نروح نشوف شو الموضوع. انا ما فهمت صراحه وين راح. كم اون ارثر ليتس كيب موفين. يلا مشي. يو سي هيم نو. اوه هذا لسه عايش. هي مستر يو نو جون مارزدن هي ايت ورك جود توداي. ما بيشتغل. اوه جون داون ليدي نو. You put the gun down. Now. Where's John Marston? وين يلا يا وغد وينه؟ He ain't in the work detail today. ما يشتغل اليوم يلا. Okay, well, I guess we'll go and get him together. يلا. Try anything, I'll blow your damn head. يلا أي شيء تسوونه بطلق عليه. موضوع جدا سهل. أبطلق على نص مخه. تسوون أي حركة أنا بطلق عليه. تلي تلي يا أيوة. أيوة أي أدي له واحدة خليه يخبزيه خبز. شوف راح تخبزهم شباب. أعطيه واحدة هاي. أرفع سلاحك. أيوة خبزيه هو كمان هذا اللي معنا هنا على السريع. أعطي طلق. أيوة ابلع يا حبيبي. محوطين بكل مكان. شوفوا شباب بكل مكان هن. أوه شوف شوف هذول اللي فوق. أوه ماي جاد جابوه والله جابوه له جون. هلا جون هلا هلا ابلع. Let's go. الله الله شباب. ايو اول واحد بذبحه. ما ادري ليش نقص مني الشرف. ليش نقص مني الشرف لاني ضربت هو بعدين. ابلع. بكفركم شباب بكفركم. اوه شيت والله اني خبزتهم يا شباب. والله اني خبزتهم. يلا مشينا. ليتس جو. اركضوا شباب اركضوا اركضوا. لازم نهرب حاليا بالقارب تبعنا باسرع وقت ممكن قبل ما يصطادونا. خليني اخذ دواء على السريع. اوكي ليتس جو. وصلنا شباب. بسرعه بسرعه بسرعه. يلا ليتس جو. تعالوا تعالوا. ابلع يلا. ليتس جو وصلنا يا شباب وصلنا الان. اوف والله كانت عمليه صعبه ما اخبي عليكم يا جماعه واخيرا انقذنا لجون. ليتس جو. هاي الان وصلنا شباب. في معلومه غريبه الان يقول لك دوتش كان شايفني لما كانوا بياخذوني. جون جالس يقول لنا حاليا دوتش كان شايفني لما اخذوني كان يمديني اسوي شيء بس ما سوى شيء خلاهم يعني ياخذوني بكل راحه. شيء غريب صراحه ليش ما انقذوا يعني. هاي وصلنا الان الى القبيله تبعنا الان. خلينا نشوف دوتش هل يا ترى راح يرحب فيه ولا لا. What are you doing here? Good to see you too, partner. I meant I hadn't sent for you yet. I went. But I said that. Yeah, I know what you said. I felt different. Is that so? Yes. I had a goddamn plan! John. John. You are my brother. You are my son. I was coming for you. They was talking of hanging me, Dutch. They was talking. They was talking. And now they may come and hang us all. يلا عن الحظ يا شباب كان مجهز خطة عشان يروح ينقذه. خربنا كل شيء. يا نم الغباء. شفت ذئب اسود حاليا يعني الشرف عندي طايح بالهواء يا حبيبي. على حسب كلامكم يعني قلتوا لي بتشوف منامات حلوه. انا جالس احلم كوابيس الان بهذا الذئب. شرفي نازل اتوقع باللعبه طبعا يعني. لازم احلق دقني يا شباب هيك ما يصير ترى. ارثر اوف ارثر. اوكي يا شباب. اوف 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 واللي على العالم هنا محلاي حبيبي. شوف معانا العالم الطقس والحركات شباب. اتوقع انه خلاص انا بنهي الحلقه هنا. اتمنى انكم استمتعتوا يعني. رحنا وانقذنا جون كل الامور كانت تمام. اهلا وسهلا. العفو 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 العفو. اهلا شكرا يلا مع السلامه. المهم يا شباب فبس اتمنى انكم استمتعتوا. ان شاء الله الحلقه القادمه راح تكون في غضون ماكسيموم اسبوع يعني اوعدكم. لا تنسوا اللايك يا جماعه. كماكم محمود من قناتكم كالو. السلام عليكم.